بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقف مع ما توقع الوقت، عندي بعض الأسئلة وبعض التنبيهات وبعض الأشياء، لأن أخرنا بعض الأسئلة وإن كانت حاولت فقط أخذ منها ما يتناول الأشياء العامة. هذا أخ يسأل يقول عن تدخل الدول الغربية في ليبيا. أنا لن أتكلم في هذا، لكن أقول لكم جواب لشيخنا الشيخ البراك حفظه الله. يقول أحد تلاميذه، وهو من أبرز تلاميذه الشيخ إبراهيم الأزرق، وهو من الملازمين للشيخ، يقول سألت شيخنا الشيخ البراك وأنا في طريق من المسجد إلى البيت في الأسبوع الماضي، فقال كذا، يقول سألت شيخنا الشيخ البراك عن رأيه في الضربات الجوية الموجهة إلى دفاعات القذافي وقواته الجوية، فقال لي فتح قوس: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال الشيخ: ما حاصله؟ دعهم، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله من كليهما. هذا جواب الشيخ البراك. يعقب الشيخ إبراهيم يقول: قلت وهذا أحد الأوجه المذكورة في تفسير الآية، قال مالك بن دينار: قرأت في الزبور إني أن يعني أن الله جل وعلا يقول: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه فتوى شيخنا، لأن الإخوان سألوا وجاءتني أسئلة في هذا الموضوع، فأحببت أن أنقل لكم هذا الأمر والله أعلم، أو هذه الفتوى للشيخ عبد الرحمن حفظه الله. أما ما يذكره بعض الأخوة، هل المراد الاستعمار أو غيره؟ قطعا نحن لا نحسن الظن في هذه الدول الغربية إطلاقا، إطلاقا لا نحسن الظن فيها، ولا تتصوروا أنها جاءت من أجل كما يدعون أبنائنا وغيرهم، لهم مصالحهم. ولذلك تلاحظون حساباتهم إلى الآن مختلفة في مثل هذه المسائل، وترون ما التدمير في فلسطين على يد الدول الغربية. يعني الآن التدخل يكون في ليبيا، وحلال القتل في فلسطين، يعني من اليهود يقتلون منذ 50 سنة، لأن البعض يتصور ويعجب بالغرب في تدخله، بأن الغرب أصحاب مبادئ ويعطفون على الضعيف. طيب لماذا ما عطفوا على الضعاف الذين يقتلون بالمئات والآلاف في فلسطين؟ أين ما حدث في العراق، وقد أغلب الدول العربية الغربية عفوا شاركت في هذا الأمر، وهناك دول عربية أيضا شاركت في تأييد أو سكوت أو غير ذلك بقيادة أمريكا، ودمروا العراق، القتلى من السنة قد يصلون إلى 1000 في العراق غير السنة، بل نقول عموم السنة. والأما من المصابين والعجزة والمرضى فحدث ولا حرج، والمهجرين، أين حرية الغرب وأين دعواهم أنهم يرفعون الظلم عن الآخرين؟ هذا كذب الحقيقة. ما يحدث في أفغانستان، قلت في الدرس الماضي، طائرات بدون طيار يا أخوان تدمر، مجرد أحيانا زواجات ما لهم علاقة بالحرب ولا غيرها، أو حتى أحيانا موت شخص ويتبعه من يشيعه، يفاجئون بالقنابل فتعدم 150، طائرة من جاب الطائرات هذه؟ هم الغرب أنفسهم. فيا أخوان البعض، لأنه مع كل أسف تلاحظ من كتاباتهم أن دخل في قلوبهم شيء أن الغرب يعني يريد حماية المدنيين، غير صحيح هذا الكلام. الغرب يريد حماية مصالحه. الغرب أيها الأخوة كما سأذكر بعد قليل ليس له مبادئ ثابتة، إنما له مصالح ثابتة، وهذا ثابت كما قال رئيس الوزراء بريطانيا السابق تشرشل. هذا رئيس الوزراء بريطانيا، يوم كانت بريطانيا يقول لا تغيب عن الشمس، قال ليس لدينا مبادئ ثابتة، وإنما عندنا مصالح ثابتة. أقول هذا لأن البعض يعجب بالغرب في أحيانا، يقول فزعة، أنه هو الذي فزع، غير صحيح هذا الكلام. صحيح أن هؤلاء أصحاب مصالح ويدرسون الأمور ولهم أهدافهم، ولذلك لا نحسن الظن يا أخوان في دخولهم. هم يدرسون الأمر وبمقدار ماذا سيكسبون أو يفعلون في هذا الأمر. وثبت حتى في اليمن أن أمريكا كانت تطلق صواريخ وتطلق طائرات، نعم، في داخل اليمن ودمرت، هذا قبل الحرب الأخيرة، ليس هذا خبر جديد، كل هذه اعترافات صحيحة. فأقول لننزع من قلوبنا النظر للغرب أنه متعاطف،
أنا ما أتحدث عن فئات معينة أو ربما جمعيات حقوقية، أتحدث عن من بيدهم القرار، خاصة أمريكا وحلفاء أمريكا، فهؤلاء مصالحهم دائمة. والدليل على ذلك أنهم باعوا حليفهم الشاه، كان يسمى شرطي المنطقة قبل 30 سنة في إيران، باعوا بثمن بخس من أجل التحالف مع الثورة في إيران. وسبقا قلت لكم في الدرس الماضي اللي قبله أن هذه الثورة الإيرانية التي مع كل أسف يسميها البعض ثورة إسلامية وثورة مجوسية، وهذا كلامنا قبل 30 سنة، لم يتغير والله. وأنا كنت أناقش، قلت لكم بعض طلاب العلم الذين كانوا معجبين في الثورة الإيرانية وأن ثورة إسلامية وأنها، كنا نبين لهم أن هذا منهج خاطئ. عدد المشايخ يبينون هذا الأمر، وفي الأدلة والإثباتات، وأشرت إلى شيء من هذا في سابق في بعض الكتب التي صدرت بعلاقة هذه الثورة المجوسية التي تريد إعادة الدولة الفارسية بالغرب، وإلى الآن، ولعل يشير بعد قليل شيء من هذا. فإذا باعوا الشاه، وهو معروف كان يسمى شرطي المنطقة، كان حليف شديد للغرب، لأمريكا ولغيرها. الآن أمامنا ربما كلمة الشاه وقصتها بعض الشباب ما أدركوه، لأن هذا كلام قبل 30 سنة، لكن أمثالنا أدركه. نعم، فهذا لأنه قبل 30 سنة، فأدركنا هذا وتعجبنا من بيع الغرب له بثمن بخس. الآن رأينا ورأيتم بأعيننا حلفائهم في مصر وفي تونس، هؤلاء كلهم حلفاء للغرب. ليه؟ إذن حلفاء للغرب، باعوهم بثمن بخس وتخلوا عنهم في أحرج اللحظات، وسيتخلون عن غيرهم، سيتخلون عن غيرهم. خذوا أعطيكم مثال. أمس كنت مع أحد خيار المشايخ من البحرين، رجل واعي ومدرك وفاهم ومطلع، وهو من خيار المشايخ البحرين، لا أريد أذكر اسمه لأسباب كثيرة وهو لا يرضى بهذا. فقلت له: ما هي قصتكم الآن؟ قال كذا بالحرف الواحد: أمريكا باعتنا لإيران من تحت الطاولة. قال باعتنا لإيران، ثم ذكر إثباتات على تحالف أمريكا مع إيران من أجل ومصالح وشروط من بيع البحرين لإيران، وهذا هو المتوقع. وأنا ذكرتكم في الدرس القبل الماضي، قلت أنا لم أتخوف من إيران، لكن أتكلم عن سنن كونية، لا بحبل من الله وحبل من النار. قلت أنا متخوف حقيقة من أمريكا، وهذا الكلام قلته قبل أسبوعين لأحد كبار المسؤولين، وقبل 3 أسابيع قلت لأحد كبار المسؤولين، قلت أظن أمريكا ستبيع حلفائها، وكنت أشير إلى البحرين كما باعت من قبلهم، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. بين البحرين وأمريكا يا أخوان، بين البحرين وأمريكا كنا نضحك عليه قبل سنة، حلف استراتيجي أن تدافع إحداهما عن الأخرى، وكنا نقول البحرين كيف تدافع عن أمريكا؟ يعني معقول أمريكا يقول تدافع عن البحرين؟ فإذا قالوا لا، القواعد الأمريكية الموجودة في البحرين يعني تمكن البحرين، أمريكا من قواعدها، من أرضها قواعد، هذا نوع من الدفاع صحيح، فهو حلف يسمونه استراتيجي. ترى عدد من الدول ما في حلف استراتيجي مع أمريكا، ما في حلف، في ولاء، في تعاون، في صيغ كثيرة عند أمريكا للدول، لكن في البحرين حلف. قال باعتنا من تحت الطاولة. جلست اليوم أقلب في النظر، فإذا أحد الأخوة يسألني يقول: ما ترى أن أمريكا الآن تأدبت من درس العراق بالدليل أنها رحبت بدخول درع الجزيرة البحرين، أو على الأقل لم تعتبره اجتياحا؟ حقيقة استغربت هذا الكلام، فرحت أبحث. فإذا وزيرة الخارجية الأمريكية تقول أن دول الخليج دون تسمي قد سلكت المسلك الخاطئ في دخولها للبحرين، أي تأييد هذا؟ قد سلكت المسلك الخاطئ لدخولها للبحرين، وسترى نتاج ذلك. هذا يقوي القول الشيخ أن أمريكا متحالف، لكن أمريكا ما تريد تظهر في هذا الأمر. يقول: وجدنا من الوثائق الشيخ أن أمريكا تقول ننتظر بس إلى أن يصل عدد القتلى إلى قرابة 200 شخص في البحرين، يعني أن الحكومة أو الشرطة أو الجيش يقتل 200 شخص فسنتدخل. هذا اتفاق مع إيران، يقول وجدنا وثائق في هذا الأمر. الرئيس الأمريكي أيضا كان موقفه هزيل جدا، مما يدل على أن فيه فعلا شيء من هذا.
وتذكرت القصة الطريفة اللي قلت لكم قبل أيام أحداث مصر، طفل في أولى ابتدائي أفقه من بعض السياسيين وأفقه من بعض طلاب العلم، لما رأى الرئيس أوباما في التلفزيون أتكلم عن مصر قال ترى أوباما مثل بوش لكن غير وجهه بس. فقالوا له أهله ليش تكلم، ما يحبون ندخل أولى ابتدائي بقضايا سياسية. قال ايش دخله في مصر، هذه بلدنا بلد المسلمين، ليش يتدخل في مصر؟ الآن هو الآن موقفه في البحرين عجيب جدا. وأنا أتذكر عندما تجي مواقف أوباما الذين رحبوا به وهلوا به مع كل أسف في الصحف من طلاب علم ومشايخ فضلا عن غيره، ما قالوا كلام والله يا أخوان محزن جدا، قالوا كلام محزن. لا أريد أشير إلى بعض حتى لا أتقصد شخصا لأنه أكثر من شخص كتب بهذا، وكنت وقتها قلت في هذا الدرس أبدا الذي في أمريكا يصير ضمن سياسة ما يحددها الرئيس ولا يحددها، مثل سكة القطار، لو أن سائق القطار تغير يستطيع يخرج يمين ولا شمال؟ لو قال وقف اطلع شوي على جبل بنصلي يطلع ولا ما يطلع؟ ما يمكن، خط قطار ما فيه. فأمريكا لها سياسة لها مصالح. الذين يقالون في أمريكا لجنة يسمونها لجنة الأربعين، لجنة سرية، يقال الخبراء فيها قلة، هم الذين يحددون سياسة أمريكا، لا البرلمان ولا غيره. الصحيح في لجنة سرية هي التي تحدد سياسة يلتزم بها الرئيس والبرلمان وغيره. لا يعني هذا أنه ليس له صلاحيات قد يفهم من كلامي، أو أنه ليس للبرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كما يقولون. نعم، إذا كنا في السادسة، أعطيكم قصة طريفة، فواحد من زملائنا معجب بأمريكا، كنا في السادسة ابتدائي، قلت ليش؟ قال لاحظ كان مرسوم بالجغرافيا عندنا مجلس الشيوخ مجلس النواب، قال عندهم هيئات وعندهم مشايخ. والله هذا الواقع أخوان، زميلنا في السادسة ابتدائي، لأن مجلس الشيوخ منهم الشيوخ ما يعرف هذا، كنا مسألة إلا المشايخ، ومجلس النواب هيئات كنا نسمي أعضاء الهيئة نواب. قال والله أمريكا طيبة ما شاء الله، شلين؟ كشف عندهم مجلس شيوخ مشايخ وعندهم نواب الهيئات. أبدا، هي قضية أيها الأخوة، هم يدورون حول مصالحهم. نعم، فلذلك طبعا أمريكا لا تريد أن لها حلفاء تسر مباشرة، ويكفي أزمة الآن مع بعض دول الخليج مع أمريكا، وكما توقعنا أن تبيعهم بثمن بخس، تدور أمريكا مع مصالحها، إن وجدت جدية في المنطقة ضدها لها مصالح في البترول وغيرها قد تعيد سياستها، لأن ما عندها مبادئ ثابتة، ما عندها مبادئ، هي أصلا عقدة مع إيران، حتى الحلف مع إيران ليس من أجل أن فيه اتفاق عقدي مع إيران. طبعا من الأخبار التي ذكر لي هذا الشيخ، وأنا ما أعتبر خبر الحقيقي من ناحية أني واثق فيه، لكن لازم يقول وجدنا من الوثائق الموجودة أن إيران قدمت تعهد صريح أنها لن تمس إسرائيل بشيء بشرط أن تساعدها أمريكا بأخذ البحرين، وهذا متوقع أصلاً أن إيران مستحيل أنها تأتي. هذه بهرجة لتسمعون وقضايا، والدليل على حزب الشيطان لو كم سنة يحمي حدود إسرائيل، حدود فلسطين لكن يحمي اليهود أخذ. وهذا ليس رأيي، هذا رأي مركز دراسات استراتيجية اليهودية، يقول لا خوف علينا من حزب الله ولا من الشيعة، خوفنا من السنة، وهذا الصحيح. هذا ما قاله شيخ الإسلام قبل 7 قرون أو 6 قرون، حلفائهم بل يقول شيخ الإسلام إذا نشأت أي مشكلة ومصيبة في الأمة فابحث عن الرافضة ستجدهم موجودين فيها. هذه حقائق. لما قبل شهر ونصف تحدثت في جواب الكافي قلت قال لهذه ماذا تقول مظاهرات البحرين، قلت هؤلاء خونة ليست مظاهرات يطالبون بإصلاح. الآن يقول وثبت، يحدثني شخص يقول أنا ممن دل القوات على بيوت مليئة بالأسلحة للشيعة عوام، ما يقول لأن ما أريد نصدق كل الأخبار بالمناسبة، ليس كل ما يقول إعلام صحيح، حتى لو كان ضد إيران حتى لو كان ضد أمريكا لو ضد الرافضة ما ينبغي نأخذ به إلا إذا وجدت قرائن وإثباتات، إذا وجدت قرائن وإثباتات. نعم، فيقول أنا ممن وبعض المعنى في منطقتنا دليناهم، يقول ما وجد، فلما أصرينا قلنا نحن رأينا بأم أعيننا سيارات تنزل أسلحة، جاءوا فتشوا البيوت ما وجدوا، فقلنا وجدنا، يقول فوجدوه مدفون في داخل البيوت، أسلحة ضخمة جدا داخل البيوت، بيوت عوام فيه، وهو شيخ ثقة ثبت من طلاب العلم، ما قال يقال لي، يقول بل إن رجال الأمن لما جاءوا أبلغناهم دوروا خرجوا، قالوا ما وجدنا شيء، قلنا ابحثوا لأننا متيقنين بأعيننا رأيناهم ينزلون، يقول هم جيراننا، ومع ذلك فعلا وجدوها، لما أعطيناهم بحثوا فوجد في الخزانات ومدفونة في الأرض أسلحة ضخمة جدا.
الشاهد أن إيران ليست بعيدة أحداث وأمريكا ليست بعيدة أحداث. فكيف يقول أنها تأدبت أمريكا؟ أمريكا تدور مع مصالحها، لا تبالي لو ضحت بالعالم كله في هذا الأمر. فلذلك أيها الأخوة علينا أن نقرأ الأحداث في كل مكان. طيب من الذي حمل قذافي 40 سنة؟ يا أخوان أطلع أترى أطول رئيس موجود الآن هذا. من اللي كان يحميه مع جرائمه المتعددة؟ من اللي يحميه؟ هم الغرب. الآن يأتون يقولون نقاتله. أنا لا يمكن أعوذ بالله أن ندافع عن نظام القذافي. هذا المفروض من أول سنة، مجرم من أول سنة، رجل كان من أول ما تولى كان ناصريا، وظهرت له مخازي أنه من أتباع العبيديين وأنه وكفره العلماء. لكن أتكلم عن الغرب الآن. أما ما يتعلق بالتدخل فقلت لكم اكتفيت بقراءة فتوى شيخنا الشيخ البراك حفظه الله. لكن أقول ما الذي جعلهم يمكننا 40 سنة يتعاملون معه؟ يا أخوة الكرام لا نخدع ببعض المظاهر التي تحدث ودعواه أنه ضد الغرب وغير ذلك، كل هذا كذب. فإذن يجب أن نقرأ الأحداث انطلاق من منطلق الكتاب والسنة والسنن الكونية. تأملت في قوله تعالى سبحان الله في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العجيب جاءت الآية بعدها مباشرة. لاحظوا المعنى الدقيق حتى أفسر. الآية الآن تقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما الشاهد هنا؟ انظر التحليلات السياسية الآن التي لا تنطلق من الكتاب والسنة فتجد اختلاف كثير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، يعني بحثوا عن مصدر يحلل لهم في الآية الثانية إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ردوه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولسنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر، ليسوا كلهم أيضا أصحاب التخصص، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. قلت لكم سابقا عجيبة هذه الآية، ما قال ولا تستفتي فيهم أحدا، ولم يقل ولا تستفتي منهم أحدا، لا ولا تستفتي فيهم منهم، بمعنى فقط في هذا الباب. أما يمكنك تستفتي قريش في أمور معينة في أحداث معينة، لكن في هذا الباب باب أصحاب الكهف لا تستفتي فيهم منهم أحدا، ليس من تخصصهم، رجما بالغيب، ليس عندهم علم وما يعلمه إلا قليل، كلها في سورة الكهف هذه. فلذلك أيها الأخوة إرجاع الأمور للانطلاق من كتاب السنة هنا يكون صحيح. وهذا مع كل أسف يأتي بعض الكتاب ويقول هزال أو ضعف أو التحليل العقدي. يا أخوان لا ننطلق إلا من التحليل العقدي، ماذا جنينا من التحليلات السياسية البعيدة عن العقيدة؟ فيقول ضعف التحليل العقدي أو كلمة نحو ذلك، مع كل أسف، بل الصحيح التحليل العقدي هو الصحيح على مر الزمن لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما التحليلات المادية والسياسية البعيدة أقول عن منهج القرآن والسنة لا يعتمد عليها. أقف عند هذه بالنسبة لهذه النقطة وأنتقل إلى غيرها. المسألة الثانية أخوان لما يجري الآن، قلت سابقا وأكرر، هو الظلم. لاحظوا في كل الدول اللي حدث فيها مشكلات هو الظلم، حتى في البحرين لا نجامل أحد، مع أننا نقول أن ثورتهم هؤلاء الرافضة دولة يريدون دولة صفوية، لكن استغلوا الظلم بعبارة أصح، استغلوا الظلم. لكن هم لا يريدون فقط تصحيح الأوضاع، بل هم يريدون الحقيقة إضافتها إلى إيران، وهنا ستكون شوكة في بلاد الخليج وبلاد بالذات المملكة، هذا ما يريدها الإيرانيون. لكن أقول في كل البلاد اللي فيها الآن ثورات كلها السبب فيها الظلم. المشكلة يا أخوان أن كلنا، اسمحوا لي أقول العبارة هذه طبعا مشكلة من وجه، مقتنعون كلنا مقتنعون السبب الظلم من هؤلاء الرؤساء، لكن المشكلة أننا قصرنا الظلم على الرؤساء أو الحكومات، وما وقل منا من يراجع نفسه هل هو يظلم
يعني عندنا قناعة أن نعم هؤلاء الرؤساء يظلمون شعوبهم ولذلك يستحقون ما أصابهم، ونؤيد ما قام ضدهم، كل هذا صحيح ما في إشكال على حسب التفريق، لكن هل وقف منا وقفة نفس الواحد ينظر هل ظلم من تحت يده؟ هل ظلم الوزير في وزارته؟ هل ظلم الأمير في إمارته؟ هل ظلم مدير المدرسة في مدرسته؟ هل ظلم الزوج ظلم زوجته؟ هل ظلمت الزوجة زوجها؟ هل ظلم الأب أبناءه؟ عندنا قدرة على تحميل الآخرين للظلم ومقتنعون أن ما جاءهم يستحقون ذلك بسبب ظلمهم، نقول هذا صحيح، لكن أيضا هل ظلم الواحد منا عماله؟ في مظالم يا أخوان، ترى في النفس والمال وقد تهلك، يهلك الناس بسبب مظالمهم، كما قال شيخ الإسلام إن الله قد يهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة ويبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، وبعبارة أدق يقول إن الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهلك الدولة الظالمة حتى تشمل الجميع ولو كانت مسلمة. أيضا البيت إذا فيه ظلم يحل فيه البلاء، إذا ظلم الزوج زوجته، ما عدل معها، حملها ما لا تطيق، أساء معاملتها، هذا ظلم الحقيقة. الأب يظلم أبناءه، ربما لا يعدل بين أبنائه، الشخص مع الخدم الذي تحت يده والعمال تحت يده، هذا ظلم. هل وقف الواحد منا وقفة صادقة مع الله ينظر المظالم ثم نقول لماذا أصابنا هذا الأمر؟ لماذا الواحد لا يستجاب له؟ لماذا الواحد لم يصلح أولاده؟ ونبحث عن تحليلات خارجية. لو أن كل واحد منا وقفة صادقة مع الله وهو مخير بين دعوتين، أما دعوة له أو دعوة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. مسؤول صغير، أب، زوج، فالذي يشق على زوجته أو أولاده ينالهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا ترد، فاشقق عليه، سيجد المشقة في نفسه وفي ماله وفي أهله عاجلا أو آجلا. أما من رفق بهم وترفق بأهله بزوجته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، لا يرد رد فعل، لا يكلف، بل يكون في خدمة أهله، هنا سيجد الرفق، يجد من الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد الصلاح في أولاده، سيجد البر. كذلك الخدم هؤلاء الضعاف، المساكين، كل من تحت يدك، حتى بعض الزوجات تظلم زوجها. فما أحوجنا إلى أن نتعامل بصدق مع هذه المعاني، وليس فقط نحملها الكبار والمسؤولين أو الدول أو الملوك، لا، نبدأ بأنفسنا حتى لا يحل بنا عقوبة الله جل وعلا. أخيرا جاءتني رسالتان متعارضتان ولذلك أختم بهما، مع أن الأخوة الذين أرسلوها حقيقة بعضهم لم يذكر اسمه ولا هاتفه، ولذلك أنا لا أتكلم عن شخص معين ولا أعرفهم، حتى كلهم لا أعرف، لكن تعجبت. أحدهم يقول إن بعض طلاب العلم يذهبون إلى بعض المسؤولين يناصحونهم أو يزورونهم، وهذا ما ينبغي، المفروض المسؤولين يأتون للمشايخ، هذا منهج السلف، لاحظ، حطه بين قوسين، هذا منهج السلف. والآخر يقول لأحد المشايخ، يقول بلغني أن فلان زارك وعليه ملاحظات، كيف تقبل يزورك أحد عليه ملاحظات؟ والله مشكلة، رحنا نزور قالوا مخطئين خلهم هم يجونكم، وإن جانا قالوا مخطئين ليش تستقبلونهم؟ يا أحبتي ما هكذا تورد الأمر. أخطر ما في السؤال الذي يقول هذا منهج السلف غير صحيح، والله ليس بمنهج السلف، بل مخالف المنهج القرآن. إذا كان الله جل وعلا يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون، ما قال خلي فرعون يجيكم، وهو فرعون الذي يقول ادعى الألوهية. ثم إذا ذهب أحد يزور مسلم من ولاة الأمر ليناصحه، قال ليش تذهب إليه، لازم يأتيك هو؟ أين الفقه هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لليهود، حقيقة عجب والله هذا الفهم. كل السلف معروف من تاريخهم في الماضي والحاضر يذهبون إلى ولاة الأمور يناصحونهم يزورونهم، فهذا فهم الخاطئ الحقيقة. كيف هم مسلمون وتجد في كثير منهم الخير؟ الخطورة تعميم منهج السلف مع أنه مخالف للكتاب والسنة. الآخر اللي يقول ليش تستقبلون من يأتيكم، قد يكون داعية عنده أخطاء، قد يكون مسؤول مشتهر بخطأ، هذا غير صحيح، بل نستقبل. وهذا منهج مشايخنا حتى المعاصرين،
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من الماضي والحاضر. لا، يذهب الإنسان وينظر المصلحة. فيا أحبتي الكرام، لا نعمم الأحكام ولا نتقصد لما يزور إنسان أحد يقول معناه أنك تزكي منهجه. معناه إذا زارني أحد من الدعاة من دولة عربية أو غيره وعنده عليه ملاحظات، أقول معناه أن زيارته لي أو لأحد المشايخ تزكية له. من قال أن تزكية له؟ من قال هذا؟ قد يكون نصيحة له. الشيخ الغزالي رحمه الله بعد كتابه الذي طعن فيه في كثير ونال من السنة، اسمحوا لي، يستقبل الشيخ ابن باز رحمه الله ويرحب به ويناصحه. حتى ذهل الشيخ الغزالي رحمه الله جميعا من أخلاق الشيخ، ولا غرابة في ذلك. كان يتوقع أنه سيتكلم عليه الطلاب الذين موجودين عنده، بل المشايخ قالوا كنا نتوقع أن الشيخ تو صدر ويصف فقهاء، كان يصف الفقهاء هنا والمشايخ الشيخ ابن باز بأصحاب الفقه البدوي، معروف كتابه هذا الأمر. ومع ذلك قال لي ارجعوا لكتاب الشيخ سلمان العودة في حوار مع الغزالي، كتاب جميل، ورد على في حوار بيّن أخطاء الغزالي في هذا الكتاب. ومع ذلك استقبل الشيخ بن باز ويرحب به، ومع ذلك ناصحه، ما سكت عنه. فيا أحبة الكرام، العدل. ومع ذلك نحتاج أحكامنا، ما نعمم الأحكام بسرعة، نقول هذا منهج السلف أو يخالف منهج السلف، أو أنك إذا زارك فلان داعي أو غيره أنك معناه زكيت منهج، غير صحيح هذا الكلام. هذا كلام باطل ولا أصل له. انظر ماذا قال، إن زكاه على الملأ دون أن يبين ملاحظات. يمكن هنا ننظر المسألة بعد، قد يراعى فيها مصالح ومن فاسد، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لأن الأذان الآن وجب. فأردت الاعتدال أيها الشباب في المواقف، خاصة الآن الفتنة عظيمة الآن والبلاد مستهدفة. لا نريد يا أخوان التفرق، لا نريد تفرق القلوب بكثرة النقد وكثرة الاختلافات، لا، إنما نحاول أن نؤلف القلوب. لابد أن نكون موقفنا يعضد بعضنا بعضا، بهذا بإذن الله نوفق ونسدد ونعان، وإلا قد تحدث فتنة. وإذا اختلفت القلوب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم، فحقيقة نحتاج إلى الآن إلى ربط اللحمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد.